عام جديد وقرارات جديدة في تعز أكثر الملفات اليمنية تعقيداً وتأزماً. خلال الثلاثة الأعوام الماضية مر على المحافظة ثلاثة محافظين كلهم ضاعوا وتاهوا في ملفاتها الشائكة، علاوة على أن البعض منهم اعتبر مشكلة في حد ذاته أو أنه ضاعف من حجم التعقيد وزاد من حدة الانقسامات التي تعصف بالمدينة المثقلة بالحرب والحصار منذ أربعة أعوام، والتي لا يرغب أهالي المدينة في استمرارها لعام خامس. وهذا بالطبع يجعل من مهمة المحافظ الجديد ومن رافقه في حزمة التعيينات الجديدة أمام تحد محصورة نتائجه بالنجاح أو الفشل. استكمال التحرير والانفلات الأمني وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على ممارسة مهامها وحدة الانقسام السياسي كلها ملفات في غاية التعقيد، وتنتظر من المحافظ الجديد الذي ينتمي إلى طبقة التكنقراط البت فيها وإبداء لمسة واضحة وسريعة تشجع الأهالي على الوقوف في صفه. فهل ينجح المحافظ في التعامل مع هذا الوضع الشائك؟ الإجابة على مثل هذا السؤال لا يمكن البت فيها قبل أن يبدأ المحافظ فعليا في ممارسة مهامه، لكن ما ينبغي التركيز عليه في هذا الإطار عاملان اثنان، أولهما وأخطرهما الدور الإقليمي المتمثل فيما تبحث عنه الإمارات وتسعى إلى وضع تعز تحت ظلاله، وهو وضع لا يختلف عما تعيشه الآن، إضافة إلى تعامل القوى السياسية مع المحافظ. هل ستمنحه الرضا والمساعدة في أن يساعد تعز على تقليص مشاكلها العصيبة؟ أم أنها بما تبحث عنه في تعز ستكون تعقيداً آخر يضاف إلى ما سبق من تعقيدات؟